بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الكرام، أعضاء مجتمع الديوانيات وشبكتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في يوم جديد من شهر رمضان المبارك. ويسرني ويسعدني أن أطرح على مسامعكم السؤال 29 من مسابقة الديوانيات الكبرى لشهر رمضان لعام 1437 من الهجرة. يقول السؤال 29: كم عدد أعضاء الوزراء في مجلس الوزراء السعودي، وعدد أسماء الوزارات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؟ يرجى الإجابة على هذا السؤال عبر الديوانيات أو عبر شبكتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، علما بأن آخر موعد لتلقي الإجابات على جميع أسئلة المسابقة هو يوم 20 من شهر شوال لعام 1437 من الهجرة. مع أطيب الأمان للجميع بالحظ والتوفيق، والله يرعاكم ويحفظكم، أخوكم ومحبكم ناصر آل فرحان.